بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع تلفزيون كربلاء وموقع كسر الصنم وبالتعاون مع غرفة أنصار آل محمد في البالتوك أن يقدموا لكم فيلم العمامة أفيون الصفوية، إعداد وتقديم الأخ أبو عمر النيكاراغوي عفى الله عنه. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. دفاعا عن تراث آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الأطهار ونصرة لهم، قمنا بهذا العمل الإعلامي المميز، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذب ويذود عن آل بيت نبيه الأطهار وصحبه الأخيار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نضع لكم مشاهد وصوتيات لعلماء وشيوخ الصفوية، ونسأل بعدها: كل شيعي حر منصف عاقل، وكل شيعية حرة منصفة عاقلة، هل هذا هو تراث أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أم أنه من خرافات الصفويين؟ فاسمع أيها الشيعي واسمعي أيتها الشيعية ولكم الحكم. السيد عباس الخوئي الابن الأكبر حاليا للمرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف يكشف عن فوضى العمائم والمراجع عند الشيعة. وإذا أريد أتطرق إلى سيرتنا الذاتية الحديث يطول، شو وقت تزوج والمن تزوج وامي اجت من الهند وعن زوجته الثانية او الثالثة او الرابعة او زوجات اخرى بالعقد القصير، هذا حديث يطول ماكو مجال الى الان. ولكن انا ادري والدي كان معارضا الى النظام المفروض على الحوزات العلمية والمرجعيات الشيعية، وكان يعني له خصوم كثيرون يعادونه ولا يريدون أن يبرز، وما كان يفكر بأن يكون مرجع أبدا، كان مدرس وبس. بس مثل ما أشرت كان معارض للفوضى والفوضوية وأنه ياوي يجي يلبس عمامة تأخذ هذا القرآن. أي واحد يقدر يلبس عمامة؟ أنا هاي العمامة قبل شوية استعارتها من واحد ما كنت لابسها، الطاني عمامته ولبسته. يجي واحد هسه يجي حنا من بغداد يبي عرب يقدر يلبسها، يجي واحد من ايطاليا من المانيا يلبسها ويصير شوي شوي يصير مرجع يصلون وراه فوضى، فوضوية هاي اللي كان ابوي يحاربها. ولهذا السبب ترك النجف وجاء الى الكاظميه وهو شاب قبل ما يصير مدرس، وذهب الى كربلاء حاول ان ينقل الحوزه العلميه الى كربلاء، وشاف كربلاء هم مثل النجف نفس الشيء الفوضى فوضى. اقرأ أيها الشيعي المنصف فتوى الإمام الخميني في إباحة تبخيل الرضيعة، كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 مسألة رقم 12. قال الخميني: لا يجوز وقع الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضمي والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. أعوذ بالله من هذا الشذوذ. وأفتى زعيم الحوزة العلمية في النجف والمرجع المعروف أبو القاسم الخوئي بجواز لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح، كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثالث بمسائل الستر والنظر والعلاقات سؤال رقم 784. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر؟
ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة. فأجاب الخوئي: لا يحرم في الفرض والله العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستكمالا لمسلسل الشذوذ الجنسي والافتراء على آل البيت الأطهار رضوان الله تعالى عليهم، أفتى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بإباحة زواج المتعة عبر الإنترنت وممارسته من خلالها، وهذه فتوى